إضراب شامل عن العمل خيار أخير لجأ إليه سائقو الشاحنات وصهاريج نقل النفط ومشتقاته في النجف، احتجاجا على تخفيض أجورهم من قبل الشركات الوسيطة المتعاقدة معهم وبين وزارة النفط التي طالبوها بالتعاقد معهم مباشرة أو الإشراف بصورة أكثر دقة على تلك الشركات. احنا متعاقدين مع شركات بموجب عقود، متعاقدين ويا شركات اهليه، الشركات الاهليه متعاقده مع شركه توزيع ضمن عقود سنويه، كل سنه يتجدد العقد. هاي السنه جددوا العقد، لاحظنا نزول اجورنا، احنا من ننقل مقابل اجور، نزلوا اجورنا، في حين نزلوا اجورنا احنا توقفت جميع هاي الشريحة الكبيرة. ما عندنا أضراب، بس غير من منظم اللي علينا سياراتنا من دع الشدة إلى ثلاث شدات. ليش؟ اسألني ليش؟ كروتها عمي ما تسوى كروتها ما تسوى. تروح للبصرة أو تجي للنجف كروت 200,000 دينار. الصفيلة وعشرة أيام ما تحمل، يا ريت تحمل بيومك عمي. أكثر من 2000 سائق لصهاريج نقل النفط ومشتقاته في النجف فقط ألقوا باللوم على الشركة العامة لنقل المنتجات النفطية التي قالوا إنها سلمتهم بين فكي الشركات المتعاقدة معها والتي فرضت قيودا مالية وضغوطات على السائقين، داعين إلى تطبيق القانون العالمي في تحديد الأجور بالدولار الأمريكي وبحسب قانون النقل البري. بس أريد وزير النفط يطلع على العقود اللي تتعاقد بها الشركات، اللي الدولة تطيها لأهل الشركات والشركات تطيها للقطاع الخاص، احنا القطاع الخاص. خي يطلع سيادة الوزير مع احتزازي واحترامي مدير التوزيع والوكيل، أريد اطلاع الوزير خي يشوف ايش قد احنا مظلومين. الشركات احتياطي مثل المسعر بشكل وتطينا بشكل، بس على طول تهزر بي مندوبية تصريف فلوس ماكو. سيارات سريعة اللي ضربوا من عندنا واللي ماتوا، أنا واحد من السواق اللي انضربت بال2016، 3 سنين أنا نايم بالفراش وهاي رجلي لحد الآن مضروبة. من النجف محمد رزاق، التغيير.